مباشرة. هنا مجموعة من الأسئلة فضيلة الشيخ وردت عبر اليوتيوب، يقول أو يقول السائل فيها: فضيلة الشيخ، قول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هل إذا عفوت عن شخص بعدم رد إساءته وتركها له والعفو عنه، ولكن مع بقاء ما في القلب عليه من شيء، هل هذا يدخل من هل تشملني هذه الآية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا شك أن العفو من الصفات الكريمة الجميلة التي حث الشرع عليها، وهذه الصفة الله عز وجل أمر بها نبيه عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لأن الإنسان في هذه الحياة لا يسلم من خطأ أو زلل يقع عليه من الناس أو يقع منه على الناس، وكما أنه يحب لو وقع منه خطأ أو مظلمة على شخص أن يعفو عنه، فكذلك الناس إذا وقع منهم عليك مظلمة أو خطأ فإنهم يحبون أن تعفو عنهم، لكن العفو مربوط بالإصلاح، ولهذا عفا وأصلح. أما لو كان العفو لا يزيد المعفو عنه إلا شرا وبلاء وازديادا في السوء، فقد يأثم من عفى عنه. إذا كان إذا عفى يعلم أنه سيستمري في ما هو عليه، بل ربما يزداد، بل ربما تجرأ، فحينئذ لا يجوز. فالعفو مقرون بإصلاح حال المعفو عنه. ونحن نشاهد بعض الناس أحيانا يعفى عنه فيرجع ويرتكب يعني مثل ما عفي عنه من الجرائم أو أكثر، لكن إذا عفى الإنسان أسقط حقه، سواء المالي أو عفى عن دم أو عفى عن قصاص أو مظلمة، يعني قصاص في البدن، فإنه حينئذ إذا كان هذا العفو مقرون بإصلاح حال المعفو عنه فإنه يؤجر بلا شك. ولهذا من عفى قال: فأجره على الله. أجره على الله، لم يحدد أجرا للعفو، مما يدل على عظم شأن العفو ومنزلة العفو والأجر في من عفى. لكن لو بقي في قلبه شيء، في قلبه لم يظهره، فلا يضره ذلك. المهم أنه أسقط حقه، عفى عنه، سامحه. أما ما في القلب فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه. ولهذا قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة الحسد، يقول: ما خلا جسد من حسد، ولكن المؤمن التقي لا يظهره، يجاهد نفسه. وأما غير المؤمن التقي فإنه يبديه، ونرى آثاره على النفس وعلى الناس. ولا شك أن هذا أمر موجود، هذا الشيء موجود في القلب. وقد قال الله عز وجل عن أهل الجنة: أسأل الله يجعلنا وإياكم والسامعين من أهلها، يقول عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل. فهذا معلوم أن القلوب قد يقع فيها أشياء، ولكن المهم هو أن لا يظهر ذلك على جوارحه ولا على لسانه.